بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن هذه المباراة الكبيرة. سان داونز على أرضه هيكون على شمال الشاشة بأزي الأصفر، والأهلي المصري الضيف هيكون على شمال الشاشة بأزي الأحمر. تشكيلة سان داونز اليوم: دينيس أونيانغو حارس مرمى، على اليمين مورينا، على الشمال لانجيرمان، اثنين قلبي دفاع كل من واين أرنسي وناسيمينتو، أربعة في نص الملعب، على اليمين إنكانكا، على الشمال إزواني، اثنين كمحاور ارتكاز سامويل مابوندا وكيكانا من مابوي، ودفاع تعدي وتجلي ولكن الحمد لله تصل. مروان محسن، مروان واستلام بمهارة فردية، مروان لسه في خطورة، مروان لمس ضربة ركنية، علي معلول عرضية، استلام متابعة متماسية، خمسة لاشيب، كرة عالية خطيرة الرأسية، ولكن انطلاقة على اليمين خطيرة سريعة، الاستلام روعة من مابوي وتصويب ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى. هذا الخطير اللاعب رقم 25 مع الفريق وكانوا فازوا باللقب في 2016. الهجمة أمامية، دفاع ورا، مباراة مفتوحة، يعني النهارده الأهلي مش بيلعب بطريقة دفاعية. الرأسية تعد ورا نادي الاهلي، نادي الاهلي خلال سبع لقاءات ماضيه، عرضيه تعدي في ايد في العام قبل الماضي، والهزيمه امام الترجي الرياضي التونسي 1-2، سبحان الله. على شمال منتهى الخطوره لانجيرمان، محاوله بعرضيه والهدف الاول في المباراه، الهدف الاول في المباراه بقدم المهاجم الهداف وهو اللاعب ازواني، اللاعب ازواني هدفه من نجمهم، يسجل الان الهدف الاول من عرضيه ساحره، قدم على طول علي معلول، كره عاليه تتعدي ولكن في دفعه في اعاقه، حكم المباراه ادى فاول باص الكره الطوليه على طول، كره تصويب ولكن بعيده لرقم 10 سيرينو، كره عاليه راسيه من مابوي لحارس، ونزول الان ياسر ابراهيم، هجمة على الشمال خطيره على الدفاع لانجيرمان، خطيرة منتهى الخطورة، قطع حجابها منتهى الخطورة وطلعت بره الحمد لله. ايه اللي حصل لك يا ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم بقدم الباك الشمال لانجيرمان، عرضية منتهى الخطورة تعدي، والهدف الثاني بقدم اللاعب واين أرنسي رقم 6، يسجل هدف ثاني في مرمى الحارس. اضغط يا اهلي، الكره الطوليه مروان محسن، عرضيه لبره ولكن دفاع في 100 لسان داونز، مقابل حتى الان 8% لفريق موجوده في اقدام اللاعب مابويب، هوب عرضيه والحمد لله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، مش ممكن هذا الكلام. على الشمال محمد هاني، أمامية حلوة، أجاية والتصويب باستعجال، يرعى والروية والعرضية ولكن اتأخر فيها، قطعوها تصل ورا ناحية حارس، هدف زواني على الشمال لانجيرمان، كرة عرضية ولكن الأهلي حتى الآن عرضية خطيرة في القائم. يا الله يا الله يا الله، ربنا يسترها وتعدي. هجمة من مابوي، عرضية خطيرة في إيد الحارس، يا الله يا الله، تلعب بره الملعب ضربة ركنية. أسوأ شوط لنادي الأهلي، أسوأ شوط ألعب ركنية بعرضية، استلام الخطورة تصويبة في القائم، علي معلول وكرة عالية في يد الحارس علي معلول، علي والهجمة، علي وباصة حلوة خطيرة تصويبة صد، تصل على الشمال لمابوي، مابوي على الدفاع تصويبة قوية والصد. أمامية انطلاقة من عجيب، منتهى الخطورة الكعبي حلو ولكن تغطية ممتازة، عرضية لبره منتهى الخطورة، في خطورة كبيرة لكن الدفاع روعة بلمسة تعدي، لاعب ازواني على اليمين، يا الله يا الله تصويبه ولكن طلعها ركن الأمام من فتحي، فتح والعرضية القوية ولكن بعيدة، يعملها ويسجل هدفين في شوطين بإذن الله. قولوا يا رب، قولوا يا صحيح والسحرية جميلة وتحرك رائع، العرضية والرأسية والهدف جول مش بوندا، هدخل دفاع تعادي في خطورة ولكن الحمد لله تلعب بره ضربة ثانية، انطلاقة خطيرة لفتحي ولكن تعادي لمورينا، معدية خطيرة تألق امسك مرة ثانية، هو ضربة جزاء، هو ضربة جزاء لسان داونز، ده في الدقيقة الأولى، ده في الثانية 20، ده في الثانية 20، ناسيمينتو
ناسيمنتو وحطها جميلة على يمين الحارس محمد الشناوي. ثلاثة لشيء، ثلاثة سان داونز لشيء النادي الأهلي. هدف مبكر جدا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط في لقاء العودة في الدور الأول، والثلاثة هزائم بنتيجة واحدة بهدف ناصر ماهر. الهجمة ناصر ماهر يطلع كرة عالية ولكن بعيدة. أسبوعين يعني مجهود كبير جدا جدا على اللاعبين. لسه رمضان لما قلت رمضان متقطر رمضان، عرضية حلوة تعد لإنكونكا ورا بالعرض مرة ثانية لياندرو سيرينو. دي كرة طولية منطقة خطورة، منطقة خطورة، تعدي ودربكة وتألق لحارس مرمى محمد الشناوي. لا تعليق، لا تعليق. سيرينو، سيرينو بعرضية منطقة خطورة، تصويب ممتاز حارس مرمى، ممتاز محمد الشناوي يتألق. الأما بوندا انطلاقة خطيرة إنكونكا على اليمين لسيرينو. لسه رمضان والهجمة عاوز يعد، عدى فات بعرضية تعدي ولكن بره الملعب، طلعت فوق العارضة بعيد. رينو بعرضية الكعب ودفاع بتصويب عد منتهى الخطورة بعرضية بره تترد وهدف، هدف رابع، هدف رابع لسان داونز في الدقيقة 61 من نهاية المباراة. هدف الهجمة بعرضية لمروان محسن وركنها بقدم ناصر ماهر. تعدي السلام بدفاع بقوة لسان داونز، العرضية لبرة تعدي ولكن دفاع تانية من تعدي لعمرو السلام ساندا لكريم نيدفيد. تصوب أرضية تمية حلوة على الشمال منطقة خطورة لجمان وتصوب دفاع معلول. مهارة فردية غير عادية وراء سيرينو، سريع انطلاقة خطيرة بعرضية البارة ولكن تعاد لسه في خطورة براسية ودفاع من أزارو بلمسة ولكن في يد الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو. عدى فات راح كرة طولية ولكن التحام تصل على الشمال ناحية رقم أربعة لانجرمان. كورته عالية فوق رأسية ولكن الحمد لله تلعب بعيدة من اللاعب البديل. عدى فات بعرضية منتهى خطورة، دخل في الزحمة قطعوها صح. انطلاقة عن طريق مهارة فردية من رمضان صبحي ولكن طولت منه وتلعب بره. وبعظمة النادي الأهلي، النادي الأهلي كبير وعظيم، محاولة خطيرة في دي الحارس مع كرة رمضان. عدى فات رمضان وفاقلت رمضان بعرضية رأسية بالدفاع على اليمين، سرعة خطيرة وهدف خامس في المباراة، هدف خامس في المباراة. خمسة لا شيء، خمسة لا شيء. هدف في الدقيقة 82 من نهاية المباراة. اللاعب